أظن بأن هذا الاختيار. اليوم الحكومة اتخذت إجراءات برفع الأجور، رفعت أجور الموظفين، هناك رفعت أجور بعض القطاعات الأساسية في المغرب، قطاع التعليم الابتدائي الثانوي إلى آخره، التعليم العالي، هناك عدة قطاعات التي تم إعادة صياغة يعني الدخل في هذه القطاعات وكذلك الأجور في هذه القطاعات، وكان هناك حتى الحوار الاجتماعي الذي كان فيه رفع كذلك للأجور. وأظن بأن هذا اختيار صحيح صائب جدا، لأنه لا بد أن يكون هناك مواكبة للأجور لهذه الموجة التضخمية. ربما الارتفاعات لم تكن ارتفاعات مهمة جدا، ولكن كان أظن بأنها نقطة إيجابية تضاف للحكومة أنه تم إعادة نظر في هذه الأجور. وربما كذلك اللي أشرت إليه في البداية هو أنه مراجعة منظومة الضريبة على الدخل كذلك سيكون من الأمور التي سوف تساعد على رفع القدرة الشرائية والدخل بالنسبة للقطاعات يعني القطاعات الاقتصادية وخاصة المأجورين والموظفين. هذا ما قلته، أجبت عن السؤال وأعيد، كان يمكن أن يكون هناك استباقية أفضل من البنك المركزي بالنسبة لرفع سعر الفائدة في وقتها. ثانيا، كان يمكن أن يكون هناك سياسة مباشرة من أجل تسقيف بعض الأسعار في وقتها عندما كانت أبان الأزمة. وليكون واضحا، لو أن الحكومة اتخذت تسقيفا للأسعار ما بين شهر 3 إلى شهر 7 يعني في مدة 4 أشهر وبعد ذلك يعود الوضع إلى ما كان، كان سيكون الأمر مختلف جدا. هذا صحيح جدا، وهذه منظومة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في طريقة يعني تحديد الأسعار في الأسواق المغربية. الإشكالية الآن هي مرتبطة، الوسطاء لا ينشؤون من الفراغ، الوسطاء ينشؤون من الهفوات القانونية الموجودة في النظام، وهذا مهم جدا. نحن نعلم على نظام الأسواق أو نظام الأسواق الجملة أو نظام ما يسمى ب المارشيكري بالمفهوم يعني العام. أسواق الجملة هي لها منظومة قانونية ومنظومة اشتغال هي التي كانت سببا في إنشاء الوسطاء. وهنا أتحدث على طريقة العمل داخل هذا، لأنه ربما المواطنين يذهبون إلى هذه الأسواق ويرونها، ولكن هذه المنظومة بطريقة اشتغالها بوجود ما يسمى بالمأدونيات، بوجود عدة عراقيل على تساعد في إعطاء أو إنشاء هذه المنظومة المرتبطة بالمضاربين. ونحن نعلم على أن الفلاح هو آخر مستفيد مما يسمى بهذه يعني آخر مستفيد من المنظومة، منظومة ارتفاع الأسعار. يعني الفلاح يبيع بنفس الثمن ربما الذي كان قبل 2022، ولكن الذين يستفيدون هم الموجودون في حلقات المضاربة وحلقات البيع والشراء. لهذا نجده في الفلاحة، نجده في الصيد، في السمك والصيد البحري إلى آخره، وفي جميع القطاعات. لذلك أظن بأن هذا دور مهم للحكومة، أن يكون هناك رقابة، أن يكون هناك إعادة هيكلة لما يسمى بهذه الأسواق. وأظن لأن مجلس المنافسة قام بدراسة مهمة جدا فيما يخص هذه الأسواق، وأظن بأنه كانت هناك قراءات مهمة تبين على أنه يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة لهذه المنظومة، لكي يكون أول المستفيدين هو المنتج، الفلاح، الصياد إلى آخره، وثاني المستفيدين هو المستهلك، وبينهما نحن لسنا ضد الربح، لسنا ضد هذا، ولكن يجب أن يكون هذين هم الفائزين والربح هو مضمون، لأن نحن في اقتصاد السوق. الارتفاع غير مرتبط بهذا، لا أظن، لأن ارتفاع الأسعار بدأ من سنة 2000 شهر 3 2022، وذروة الارتفاع كانت في سنة 2000 وبداية 2023 أو ديسمبر أو دجنبر 2022. لذلك فأظن بأن لا أجد هناك رابط علاقة ما بين هذه الأمرين. ربما الاستثمارات هي تساعد في ضخ يعني يضخ أموال في السوق، إعطاء يعني
يد عاملة جديدة، هناك سيرورة اقتصادية يتم إنتاجها، ولكن لا أظن على أن سبب فيما يسمى بالموجة التضخمية. لا يجب أن ننسى أننا اليوم خرجنا من الموجة التضخمية، اليوم نسبة التضخم هي على نهاية السنة ستكون على 1.5 و 1.6% حسب آخر استشرافات بنك المغرب وكذلك المندوبية السامية للتخطيط، والسنة المقبلة سنكون في 2% أو 2.4%، يعني لسنا في الموجة التضخمية. والاستثمارات أظن أنها بدأت قبل يعني في بداية السنة، ولا أظن أنها سيكون لها وقع بالنسبة لنسبة التضخم. لا يجب أن ننسى ما ذكرته سيدتي من قبل، هو أن التضخم هو مستورد في المغرب، يعني أنه لن يكون هناك تضخم إذا لم نرأه عند فرقائنا أو كذلك شركائنا الاقتصاديين في أوروبا. إذا كان في أوروبا هناك تضخم سيكون في المغرب، إذا لم يكن فليس هناك أي مشكل بالنسبة للتضخم، لأن أغلب المواد نستوردها منها من فرقائنا من شركائنا الاقتصاديين. وأضيف على هذا أنه لكي يفهم فقط المواطن وكذلك ربما المتتبعين للشأن، هو أنه إذا لم يكن هناك تغير على الصعيد الدولي في 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 منظومة الأسعار، بترول، القلاقل السياسية إلى آخره، فلن يكون هناك أي وقع على التضخم. هذا هو واقع الحال اليوم. الذي يخوفنا اليوم في العالم هو ما يقع في الشرق الأوسط، لأن إذا ما أقفل مثلا مضيق هرمز لدخول إيران في الإشكالية أو إلى آخره، هذا سيكون وقع جد سيء على المغرب، خاصة أنه إذا ارتفع أسعار البترول بطريقة صاروخية. لن أقوم بوضع يعني حكم قيمة بالنسبة للمنظومة المراقبة، ولكن أظن بأن يجب أن يكون هناك مراقبة أكثر شراسة وأكثر قوة داخل الأسواق. لماذا؟ كما قلت على أن منظومة الوسطاء ومنظومة الأسعار هي محددة عن طريق أنظمة التي تتواجد داخل الأسواق في أسواق الكبرى، يعني أتحدث هنا عن أسواق الجملة، لا أتحدث عن البائعين الآخر، أتحدث عن أسواق الجملة. إذا تمت هناك تكتيف المراقبة ووضع مراقبة يعني صارمة، قوانين محددة، وكذلك تقريب المعلومة، لأن يعني أهم شيء اليوم هو المعلومة. يعني لما يسأل المواطن المغربي بكم يعني يخرج مثلا كيلو السمك أو كيلو السردين من 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 القارب إلى آخر، لا يعلم المواطن بكم. اليوم نسمع في بعض الأقوال يقول لك بأنه تخرج بكذا بكذا، هذه المعلومة مهمة جدا، لأن هي التي سوف تجعلنا نعلم أين هو المضارب. تمام، إذا كنا نعلم بأن الفلاح مثلا يخرج مثلا الطماطم بدرهم أو درهمين، فسوف نعلم بأن هناك 4 أو 3 دراهم تضاف فقط ما بين سيرورة الفلاح والمواطن، وهنا دور الرقابة، دور المنظومة. لذلك لا أقول على أنها فشلت، ولكن أظن بأنه يجب أن يكون هناك إمكانية أكبر، مضاعفة كذلك المراقبة داخل الأسواق، والأهم من ذلك إعادة تحيين القوانين المرتبطة بكيفية اشتغال أسواق الجملة. هذا هو مربط الفرس. الجواب نعم، يعني بطريقة مباشرة نعم، هناك هناك ما قلت من قبل في سؤال من الأسئلة التي تم طرحها، وأنه المنتج أو الفلاح وكذلك المصنع في القطاع الفلاحي له الاختيار أن يبيع داخليا أو خارجيا، وهذا عادي جدا في اقتصاد السوق. إذا وجد أن الأثمنة مرتفعة خارج الوطن فربما يختار أن يكون مصدرا وأن يكون كذا، وهذا اختيار عادي جدا، وأظن أنها كانت من مرتكزات المخطط الأخضر أن يكون هناك رفع من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. ولكن الآن أظن بأن التوجهات السامية، سواء ما جاء يعني به صاحب الجلالة نصره الله فيما يخص يعني السيادة المغربية، أن يكون هناك سيادة فيما يخص القطاع الفلاحي، أي أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي. أظن اليوم نحن مطالبون يعني كحكومة وكذلك كقطاعات خاصة وقطاع عام، أن يكون هناك نظرة حقيقية واستراتيجية لكي يكون هناك مخزون سيادي من المخزون الفلاحي، لكي نصل إلى ما يسمى بالحياد من ناحية التقلبات الدولية. أولا من أجل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي للمواطن حتى تكون الأسعار متحكم فيها، ثانيا لكي لا تكون هناك وقع لصدمة جديدة يقع فيها العالم، نكون قادرين على استيفاء ما يسمى بالطلب الداخلي، وثالثا إعطاء القدرة للأسواق الخارجية أن تكون كذلك حرة في أن تستهلك أو تبيع خارج المغرب. يعني اليوم أظن بأن الاختيار
اليوم هو أن يكون هناك سيادة إنتاجية، سيادة في القطاع الفلاحي، وأن نصل إلى اكتفاء ذاتي، وبعد ذلك يمكن أن نفكر في التصدير وإعلاء القيمة المضافة لهذا القطاع. أظن على أن لا يمكن أن نترك الأسر يعني بمفردها، أظن أنه سيكون هناك أو بدأنا في وضع برامج بالنسبة لمواكبة هذه الأسر. أولا من ناحية مشروع الحماية الاجتماعية، إذا ما تم توفير الصحة وتوفير التعليم وتوفير كذلك تعويضات على فقدان الشغل وكذلك التقاعد، يعني تعويضات التقاعد، فهذا سيعين الأسر الفقيرة والأسر الهشة من حيث أن يواكبوا كذلك السيرورة الحالية. هناك الأمر الثاني المرتبط كذلك بسياسة طويلة المدى، أظن بأن دعم التعليم بالنسبة لهذه الأسر ودعم كذلك ولوج سواء الذكور أو الإناث من أولادهم إلى التعليم، فهذا قد يعيد إحياء ما يسمى بالمصعد الاجتماعي، وهذا قد يساعد الأسر على الخروج من هذه الإشكالية. هناك الأمر الثالث هو أنه أظن بأن، وهذا مرتبط بالإحصاء الذي يجرى الآن، الإحصاء السكان والسكنة، ربما بعد المعطيات الجديدة التي سوف تخرج من الإحصاء ربما سيكون هناك إعادة تكييف لمعدل الفقر ومعدل الهشاشة، وعلى ضوء هذا يمكن أن تكون هناك عتبات أخرى جديدة بالنسبة للمواطنين، وهذا سيساعد بالتقاط هذه الأسر الهشة والفقيرة ودعمها بطريقة أكثر نجاعة. هذا ما حصل فعلا، يعني حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط هناك عدة أسر الذين وقعوا في الهشاشة وفي الفقر إجاء هذه الأزمة. لا ننسى كذلك على أن إشكالية المرتبطة بالجفاف أدت كذلك إلى فقدان أكثر من 140 أو 160 ألف، لا أتذكر رقم حقيقة، لمناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وهذا يؤدي بطريقة مباشرة على أنه يكون هناك وقوع فيما يسمى بالهشاشة أو كذلك نزول إلى ما يسمى مستوى الفقر. أظن مندوبية السامية للتخطيط تحدثت عن 3 مليون الذين شهدوا هذا الدخول في هذا المنحدر المرتبط بالهشاشة وكذلك الفقر، وربما أظن بأن اليوم هناك إشارات إيجابية على أنه ربما يمكن استعادة هذه الأسر عن طريق أولا كما قلت ضريبة على الدخل سوف تعين الطبقة الوسطى والطبقة القريبة من الوسطى حتى يكون لها قوة شرائية أكثر، وهذا سيدعم الاقتصاد من ناحية الاستهلاك. هناك كذلك المشاريع الكبرى التي أشرتم إليها، الاستثمارات، يمكن أن يكون هناك إعادة إدماج من فقدوا شغلهم في هذه الاستثمارات الجديدة، وهذه ربما تعطي دينامية أكثر لهذه والخروج من هذه البوتقة. ونتمنى، ولكن هذا مرتبط كذلك بما تجود به السماء، أن يكون القطاع الفلاحي كذلك مبشرا لهذه السنة، لأنه 40% من الشغيلة أو من الطاقة التشغيلية في المغرب هي في القطاع الفلاحي. إذا جاءت الأمطار وجاء الماء فربما يكون هناك انتشال لهذه الأسر وكذلك الدعم لمعيشهم اليومي وقدرتهم الشرائية. التأثيرات النفسية، أنا لست طبيبا نفسيا، ولكن أن تكابد يوميا من أجل القوت اليومي وكذلك من أجل أن تجد قوتا للعيال، من أجل التدريس، من أجل هذا، فهذا يشكئ عبئا كبيرا على هذه الأسر. وأظن على أن كل البرامج الاجتماعية اليوم التي يتم وضعها هي من أجل التخفيف أو التقليص، مثلا حتى ربما الدعم الذي يعطى الأسر من أجل التدريس ربما ضعيف جدا، 200 درهم للطفل آخر، ولكن هي برامج تساعد وتواكب أو تحاول أن تواكب هذه الأسر من أجل أن يكون هناك احتواء من الناحية الاقتصادية وكذلك من الناحية النفسية. اليوم أنا الذي أطمح إليه هو أن يكون هناك عمل على ما يسمى العرض الصحي، العرض التربوي، العرض، كل هذا سوف يساعد الأسر أن تجد دعما صحيا نفسيا، كذلك دعما لأولادها في التمدرس، دعما كذلك بالنسبة للمعيش اليومي، لأن تحصل على تعويضات تقريبا 500 درهم شهريا هذه الأسر الضعيفة والفقيرة. هذا كله قد يساعد نفسيا في، ليس فقط من ناحية دعم مادي، ولكن سوف يعطي على الأقل تلك الكرامة التي ينتظرها المواطن المغربي داخل وطنه هو المغرب.
أظن على أن هذا هو قطب الراحة بالنسبة للإشكالية التي تعيشها الحكومة، هو ما يسمى بالإشكالية المرتبطة بالبطالة. 13.7 رقم تاريخي بالنسبة للمغرب، يعني نحن لم نصل إلى هذا المعدل منذ عدة سنوات، ربما أكثر من 30 سنة أن نصل إلى 13.7%. المشكل في هذا الرقم سيدتي هو أن هذا الرقم ليس إشكاليته في حد ذاته، ولكن الذين يعانون من البطالة هم الشبان، شباب المغرب، وهذا الشباب هو المستقبل، هو الأسرة القادمة، هو الجيل القادم، هو القوة الفاعلة بالنسبة للاقتصاد الوطني. تقريبا أكثر من 40% هم من الشباب، الذي 45% يعانون من هذه البطالة. أكبر نسبة من هؤلاء الشباب حاصرون على شهادات، وهذا هو الإشكال. هذا الإشكال يسائلنا نحن جميعا، ليس فقط الحكومة، ربما الحكومة بشكل أولي، ولكن حتى نحن حتى نتساءل حول ماذا يقع في سوق الشغل. لأن إذا هؤلاء الشباب وهؤلاء الذين يعيشون في البطالة هادو يحاكون إشكالية التشغيل في المغرب، سوق الشغل ليس في موازاة مع الطلب الذي يطلبه الشباب أو يطلبه الناس الذين هم في حالة بطالة. لذلك فأظن، وهذا رأيي الشخصي ورأيي العلمي، وأن يجب أن اليوم أصبح أولوية أن يكون هناك فتح لحوار وطني حول التشغيل. هذا أمر مهم جدا، وقلت حوار وطني لكي يخرج من البوتقة السياسية. لم يعد اليوم نقاشا سياسيا، أصبح نقاشا وطنيا. يجب أن تكون هناك حلول حقيقية مرتبطة بحلحلة إشكالية الاستثمار. نحن نستثمر ولا نشغل، نحن نستثمر ولسنا منتجين، لا ننتج أكثر. استثمار ب 350 مليار لا يعطيك أكثر من 0.8% من نسبة نمو، يعني نحقق 3.44 0.8 هي التي تأتي من الاستثمار. ثالثا، أمر المشكل الآخر هو أنه مرتبط بأننا القطاع الغير مهيكل يشغل أكثر من 70% من هؤلاء الناس الذين هم موجودون في سوق الشغل. إذا استطاعوا أن يلجوا إلى القطاع غير مهيكل ولا يجدوا مكانا في القطاع المهيكل، فهنا إشكالية كبرى، يعني نقطة استفهام تسائلنا حول سياسة التشغيل وكذلك السياسة الموجودة في سوق الشغل. إذن أظن بأن الإشكالية اليوم إذا تركنا هذا الرقم يرتفع أكثر، فقد يكون قنبلة موقوتة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن كذلك من الناحية الاجتماعية. لذلك أولوية حوار وطني أصبحت اليوم ليس مطلبا، ولكن أصبحت أساسية وأصبحت ضرورية بالنسبة لإشكالية البطالة. لا أتمنى هذا، بالعكس أظن بأن السنوات القادمة ستكون سنوات جيدة. أولا، استحقاقات كبرى تنتظر المغرب، هناك استثمارات كبرى، هناك كأس العالم سيأتي، هناك محافل مثل كأس إفريقيا، هناك كذلك استثمارات جديدة تدخل المغرب، تحولات جوهرية فيما يخص الإنتاج أو الإنتاجية في المغرب مرتبطة بالطاقات المتجددة، تحولات التي تعرفها الشركات الكبرى، إعادة هيكلة ما يسمى بمحفظة الدولة، الوكالة الجديدة التي تم إنشاؤها والتي أصبحت اليوم تنظر كيف يمكن أن نستثمر، هناك كذلك الشراكات الجديدة، يعني هناك مستقبل جيد جدا. نتمنى فقط ألا تكون هناك صدمات في الطريق، يعني ألا يكون هناك تلك الكبوات المرتبطة سواء بسياق خارجي أو بجفاف إلى آخره. المهم هو أنه هناك ما يسمى بالأفق هو إيجابي، لأن هناك توجهات واضحة، هناك استراتيجيات واضحة. اليوم في التفعيل هذه الاستراتيجيات لا يجب أن نقع في أخطاء الأمس. إذا كنا سنستثمر اليوم، فالاستثمار لا بد أن يكون مشغلا، لا بد أن يكون منتجا. إذا كنا سنستثمر اليوم، لا يجب أن نستثمر فقط من طنجة إلى الجديدة، يجب أن نستثمر في كل أنحاء المغرب، يجب أن يكون هناك دمقرطة للاستثمار. يعني بطريقة أخرى، أنا أثق جدا في أفق المغرب، ولكن ربما بنفس جديد، يعني بطريقة جديدة ليس بالأخطاء الأمس، لكي لا نعيد الكرة مرتين. ربما لن يعطى للمغرب فرصة أخرى بعد 5 سنوات القادمة.